زي ما قلنا لحضراتكم ان النهارده هتكون انطلاقه منافسات كره القدم، ويلتقي في السادسه من مساء اليوم المنتخب الاولمبي المصري مع منتخب الدومينيكان في اولى مباريات المنتخب بدوره الالعاب الاولمبيه باريس 2024. تضم طبعا مجموعه مصر ذكر حضراتكم بجانب الدومينيكان كل من اوزباكستان والمنتخب الاسباني اللي هيلعبوا طبعا مباراتهم ايضا النهارده الساعه 4 زي ما قلت لحضراتكم قبل مباراه مصر والدومينيكان على طول بساعتين. وكان المنتخب اختتم تدريباته امبارح بمدينه نانت الفرنسيه تحت قياده المدير الفني البرازيلي ميكالي، عمل يعني تدريب خفيف وضع خلاله ميكالي اللمسات الاخيره على التشكيل والخطه اللي هيخوض بها منتخبنا الاولمبي مباراه النهارده. كمان تم استبدال احمد نبيل كوكا اللي طبعا تاكد خلاص غيابه عن مباراه النهارده بسبب الاصابه، ودخل بدلا منه محمد حمدي لاعب امبي. وشهد التدريب الاخير لمنتخبنا حضور الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد المصري لكره القدم واللواء حلمي مشهور عضو المجلس، والكابتن محمد بركات المشرف على المنتخب. والصوره طبعا قدام حضراتكم، نتمنى طبعا كل التوفيق لمنتخبنا الاولمبي النهارده امام الدومينيكان، ويحقق ان شاء الله باذن الله الفوز. ده كل امنياتنا وكل دعواتنا مع المنتخب الاولمبي، وان شاء الله نحقق ميداليه هذه المره. كمان اسندت اللجنه المنظمه لاداره اتحاد طبعا مباراه مصر والدومينيكان الى طاقم تحكيم نسائي بقياده اليابانيه يوشيمي ياماشيتا، وبيعاونها مواطنتها ماكاتو بونزو كحكم مساعد اول، وناومي كحكم مساعد ثاني، والجامايكيه اوديت هاملتون كحكم رابع، وفي الفار بيوجد التايلاندي سيفا كورن حكما لتقنيه الفيديو، وبيساعد الارجنتيني هيكتور باليتا.